النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالمحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة. نبدأ نشرتنا بالتحدث عن الارتفاع أو بداية الارتفاع على درجات الحرارة اعتبارا من الخميس واشتدادها يوم الجمعة، وأيضا تراجع أو انحسار الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من يوم السبت. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي سجلت في أقصى شمال المملكة خلال ساعات الصباح، لكن سرعان ما تلاشت خلال ساعات الظهيرة والعصر، وبالتالي ساد طقس صافي في عموم المناطق. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة أو خرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة اعتبارا من الخميس وحتى الأحد. يلاحظ ارتفاع تدريجي على الحرارة اعتبارا من الخميس واندفاع لكتلة هوائية حارة وجافة قادمة من شبه الجزيرة العربية باتجاه المملكة. تشتد هذه الكتلة الهوائية الحارة يوم الجمعة، لكن اعتبارا من يوم السبت تتراجع شدة هذه الكتلة الحارة، لكن تبقى الأجواء حارة يوم السبت، على أن تتراجع أيضا درجات الحرارة يوم الأحد لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. بالمختصر، هناك ارتفاع على درجات الحرارة اعتبارا من الخميس، اشتداد الأجواء الحارة يوم الجمعة، يوم السبت بإذن الله تتراجع شدة الأجواء الحارة، لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. لكن يوم الأحد انحسار كامل للكتلة الهوائية الحارة، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة وتعود لمعدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، ويسود الطقس صيفي اعتيادي في بداية الأسبوع. ننتقل الآن إلى الخريطة الجوية التالية التي توضح توزيع الأنظمة الجوية المسبب لهذه الكتلة الهوائية الحارة، والذي يعود بالأساس لتمركز لمنخفض جوي سطحي حراري في شمال غرب المملكة العربية السعودية، يدفع برياح شمالية شرقية حارة وجافة باتجاه المملكة، وهي التي عملت أو ستعمل خلال اليومي الخميس والجمعة والسبت على ارتفاع كبير على درجات الحرارة وجعل الأجواء شديدة الحرارة ومرهقة بحول الله. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة بإذن الله، حيث يسود الطقس صافي مع 20 درجة مئوية متوقعة في العاصمة عمان، وبالتالي تكون درجة الحرارة أعلى بقليل من الليالي الماضية. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة للعاصمة عمان، يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة 32 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 22، لكن يوم الجمعة طقس حار بشكل لافت 37 درجة مئوية متوقعة أن تسجلها العاصمة عمان ليلا، أيضا هناك ارتفاع تسجل 24 درجة مئوية. يوم السبت طقس صافي انخفاض على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء حارة، درجة الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، 33 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 23 درجة مئوية. كما ذكرنا يوم الأحد مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، وبالتالي تعود درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، ويعود الطقس الصيفي الاعتيادي. في نهاية النشرة نود أن نشارككم هذا الفيديو من الصين، والذي حيث أودت الأمطار الغزيرة بحياة حوالي 12 شخص على الأقل في أحد مقاطعات جنوب غرب الصين خلال موسم الفيضانات السنوي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء. Продолжение следует...